صارت احلى. انتم تنجموا تربحوا الكهرباء على الرقم 85901، كهرباء اللي موجوده في الاستوديو قريب باش تكون القرعه نتاعها وقريب باش يتسلمها واحد من الرابحين اللي يبعثوا اس ام اس على الرقم 85901. وسيم يعطيك الصحه في الكوكتيل بتاع رغم علامه، الجمهور تفاعل معاك. اما محمد عنده ما يقول لك. مرحبا بيه. ممتاز، يعطيه الصحه وصوته ما شكوش فيه. ولكن نحب نسال خويا وسيم بكل حب، تو انت عشرات الحلقات اللي تعدات من برنامج السهريه تنتقد في الاخيان اللي يستولون ويسرقون الالحان ويركبوها وكذا. ياك زفيت الاغنيات الكل رغم علامه ما خليت اش خليت له؟ لم استولي، انا لم استولي، هذا كوفر كوفر. اي بختار رغم علامه. اعاده حلوه الرغم علامه، يمكن تكريم الرغم علامه. يزول هذه فما حاجه يعرف تهذيب التراث واعاده. ما اخي بك يا سمعتي كي تبدا عن غيري. بكل حب بكل حب. انا عندي 8 سوايع في الاستديو نتاعي. نعرف نعرف. معناتها نقلق في الدار، ما نعمل حاجات. تقلق تولي تعمل سانك ترواويت. يلا خلينا نمشي مع الشيخ ومن بعد نمشي مع ساره في الانترفيو نتاعها، ولكن خليني نكمل. حلال ام حرام؟ اما باقتضاء وتعطيني الكرتوشه نتاعك وتعد. يلا، حلال ام حرام؟ بالطبيعه اي باش نسالوك الدكتور محمد الهنتيتش، نشر الصوره بالنسبه للمراه عبر التيك توك او الانستغرام أو الفيسبوك حلال أم حرام؟ ربما كيفية الصورة، يعني إذا كانت تكون صورة محتشمة أهلا وسهلا، مش حرام. إذا كان الصورة محتشمة وإذا الصورة فيها شوية إغراء، شوية إغراء متاع عبد الرزاق الشابي معناها جريمة كبرى نكراء. هلا يا اخوي خينا، خينا نشجع على العراء؟ لا عاد انت قول الروح. انا عمري ما شجعت على العراء. انت ما شجعش. انا ما عمري ما شجعت على العراء. نعرف نعرف، اما ان نتفاعل معك بلطافه يعني وبدعابه. بالنسبه للصوره كما قلت لك، اذا كانت تكون محتشمه بكل ما تعنيه الكلمه من خصوصيه تونسيه في الاحتشام، اي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. باهي، التعارف عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنية، اي نعم، تتعرف على راجل عن طريق الفيسبوك او العكس؟ اي نعم. والله شوف، هو الحقيقة في اول الامر العلماء تشددوا واتفقوا على هذا التشدد في هذه المسألة، لكن الحقيقة اليوم سميه في الفقه الإسلامي عموم البلوى. عموم البلوى يعني انتشار شيء بين الناس الكل، يصبح اصبح وسيلة للتعارف. المهم أن يكون في حدود الأخلاق، واليوم أصبح حتى قانونيا ممكن إبرام بعض العقود إلكترونيا عن بعد، من ذلك عقود الزواج أيضا عن بعد. ولذلك يمكن التعارف إذا كان بضوابط. يمكن التعارف. يلا اللي بعد، القيام، وهذه ظاهرة بدينا نشوف فيها، بعمرة إلى بيت الله سبونسوريزي. نعم، معناتها شركة معينة تجيب وجه مشهور وخصوصا امرأة مشهورة. نعم. وتخلص لها كل المصاريف. شوف، يجوز بدون أن تدفع من مالها الخاص. نعم. نعم، في المذهب المالكي المتبع بالذات يجوز الحج والعمرة مع التجارة. إيش معناه؟ معناه ينجم واحد منها يحج، منها يعمل نصبة يبيع السلعة مثلا. هذا المبدأ العام. فإذا كان مع الإخلاص في النية فيما يتعلق بأداء مناسك الحج والعمرة استقلالا وممارسة العمل التجاري المباح. لا مش عمل تجاري، هابش سارة نويبي. أي فنان. اي نعم. تعيط لها شركة. اي نعم. تاع وكالة أسفار. امين يا رب. اسمع، اللهم باعتبارها مشهورة. اي وباش تمشي البيت الله. اي اشهار. بلاش فلوس. اي بلاش فلوس. اي يخلصوا لك كل شيء وتعمل صور غاديكا وتهبط اشهارا لش اسمه؟ اشهارا للمؤسسة. ما ثم حتى مشكل. خليه والله فاجئني. حتى مشكلة. خلي برشا عبيد شوية. اي انا تفاجئت راه في الجواب. صح، انت في التفاعل نتاعك هو كان نصف الاجابة. سي عبد الرزاق، لا مش تفاجأت. ايش نقول لك؟ راهو يجوز
احنا اليوم نعانيه من تحيل في الحج والعمرة، نعانيه من جرائم أخرى. وقت يمشي إنسان ثقة وإنسان معروف وهي معناه يكرمها ربي بعمرة وانتي والسيدة ذيك اللي تفرج، فما حتى مشكل. المهم تكون احتراما لقداسة المكان، يكون مظهرها. أنا نعيب على أشياء أخرى ربما في الحرم اللي ما يلزمش تتعمل في الإشهار، كما ما نجمش تكون في حالة إحرام وعاملة مكياج مثلا، ما مش ممكن مش نجموش. واضح. أما الوسيلة اللي اتنقلت بها ما فيش مشكل. عمليات التجميل حلال أم حرام؟ عمليات التجميل لا يجوز التجميل، تبديل الوجه. أي يا وجهك صحيح. في سورة النساء رب العالمين يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وتغيير الخلقة محرم قطعا بالآية، إلا افتى الفقهاء الذي شوه مثلا لا قدر الله واحد لطف عليكم بسم الله عليكم تحرق أو تضرأ والأكسيدون شنيع، الله يسترنا ويستركم ويستر السامعين. يعني فما السبب إذا كان ثم أصبحت الخلقة حشاكم دميمة بحيث لا يمكنه التواصل مع الآخرين، يعافوه في الماكلة مثلا، يعافوه في المرشي في الكياس، فهذا يولي معناها يجوز واضح. له خليني يكون معك واضح أكثر. أيه. أيه. اللي عملوا عملية التجميل العادية، العادية حرام أم حلال؟ حرام. البوتوكس حرام، النفخ والشفط و و و و شوف يا سيدي، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بالحق خاطر السامع يسمع فينا يلزم يستفاد، ميسالش. وبارك الله فيك على الأسئلة، فقرة الأسئلة دي مهمة جدا، على الأقل العائلة التونسية اللي تتبع فينا الليلة واللي تحب ترى منا كل ما يسرها في كل الشؤون من ذلك الشؤون الدينية. شوف التجميل عند حدوث تشوه لا يسمح لصاحبه بالتواصل مع الآخرين، هذا يجوز أنه يجم ويعدل نحو، مش تغيير الملامح بالمعنى، هو ديجا تغيرت ملامحه بالأكسيدون، لطف يا رب. إعادة الملامح. أي إعادة الملامح أو ترميم الملامح أو ترميم الوجه. صح، بارك الله في. واضح. صيانة الوجه. صيانة الوجه. أيوة. واضح واضح. نعم. تناول الخمر، هل هناك نص؟ تناول خمر. أي. نص أي واضح وصريح؟ طبعا طبعا، الخمر حرم في القرآن تدريجيا، أول في صدر الإسلام الأول في سورة النساء، وهذه الآية منسوخة من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه نزلت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقت اللي شرب شيء من الخمر قبل ما يتحرم، ودخل صلى وقرأ قل يا أيها الكافرون، قال أعبد ما تعبدون، ما قالش لا من السكرة، رضي الله عنه وغفر الله لنا وله المؤمنين. نزلت الآية تصور المشهد، قال حتى تعلموا ما تقولون. حرمت أوقات الصلوات من الصبح للعشاء أول شيء، بعد مع سيدنا عمر يتقرر نفس الموقف في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاء الفورية فاء العاجلة، والاجتناب في لسان العرب لمنظور البجيل القفصي التونسي ديكسوناري اللي يحب يرجع هو شدة المنع والتحريم، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولعل هنا مش الشك تفيد الرجاء، فالنبي فسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان يشرف في جلس، وجاء واحد من الصحابة جاب له الآية هذه وهو يشرف الكاس، فاجتنبوه، فهل أنتم منتهون؟ طيش الكيس سيدنا عمر، قال اللهم انتهينا. واضح. فاجتنبوه تعود على الرجس أم تعود على الخمر والميسر وكلهم منكر. واضح. إيه؟ واضح. التدخين والمخدرات محرمة تحريما باتا، تدخين كان في أول الأمر، التدخين بالذات تدخين، خلينا نأخر تدخين. المخدرات محرم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ومن شرب الخمرة ومات ولم يتب منها، الله يميتنا على حسن الخاتمة، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ومن شرب الخمرة ومات ولم يتب منها فقد مات ميتة جاهلية، الله يسترنا. به المخدرات بمصدر القياس يعني محرمة لأنها تحدث السكر وتفوت السكر. بالنسبة للتدخين سي عبد الرزاق، بسرعة، أول الأمر كان مكروه
لانه متعلق بكراهه الرائحه في الفم، يترك رائحه خايبه. لكن الحقيقه بعد التطور العلمي الباهر اثبت ان التدخين يتسبب في 5 امراض قاتله: انسداد شرايين القلب، اضعاف الذاكره، هذه اكثر حاجه البرود الجنسي، هذه باش تفزع اغلب الناس النقطه هذه بصراحه يعني. شنو انسداد البرود؟ اي نعم، انسداد التدخين، خلينا نعددهم. نعم هذا طب يعرفه يعني، انا اللي يسمعوا فيه يفهمون ايش قاعد اقول. انسداد شرايين القلب، ضعف الذاكره، البرود الجنسي، الانهيار العصبي، وعافاكم الله سرطان الرئتين. من هذا المنطلق يولي محرم تحريما كاملا طالما انه فيه مضر. اللي يبيع لك فيه اليوم يقول لك قاتل، ما عادش كلام واضح.